رفاق حزب التقدم والاشتراكية يغادرون سفينة الأغلبية الحكومية ويعلنون فك ارتباطهم السياسي بحزب العدالة والتنمية المتزعم لها. قرار حسم في اتخاذه أعضاء اللجنة المركزية للحزب التقدمي في دورة استثنائية بتصويتهم بأغلبية مطلقة. حاولنا أن نتوفر على أجوبة سياسية، مع الأسف لم نتوصل بهذه الأجوبة السياسية رغم اجتماعات عديدة عقدناها، وكان الأمور تدور أساساً حول اعتبارات عددية واعتبارات مواقعية. فعلى هذا الأساس اتخذنا موقف الذي في الواقع يوجد قيد التحضير منذ شهور، ونحن ننادي وننتقد ونوجه نداءات، لأننا لاحظنا أن هناك أغلبية متطاحنة فيما بين أطرافها، ولاحظنا بأنه إذا استمرت الأمور هكذا ستزداد سوءا بالنسبة للمستقبل. وعلى هذا الأساس قلنا بأنه لم يعد لنا مكان في ظل هذه الأوضاع. 7 سنوات من التحالف مع حزب الإسلاميين كانت كافية لإعلان الانسحاب والقطع مع مرحلة كادت أن تعصف حسب المناضلين بمسار حزبهم وموقعه في الساحة السياسية. منذ مجيء هذه الحكومة الأولى ديال سعد الدين العثمان اللي كنت أنا مشتغل فيها، ما كاينش الحد الأدنى ديال التماسك وديال التكامل بين مكونات سميتو، فما يمكنلاش الناس اللي ما يكونوش متفاهمين، اللي مقابلين لشغلهم الشاغل اليومي هو الانتخابات الجايه ونساو المشاكل اللي تعيش المواطن. جاء قرار حزب التقدم والشراكه بمغادره الحكومه بناء على مجموعه من المعطيات. المعطيات اولها يرتبط بالعلاقه الغير سليمه التي كانت ما بين هذا الحزب ومعظم مكونات الاغلبيه الحكوميه. كذلك إبداء وجهة نظر متعددة ومتكررة ربما فيها نوع من الخلاف حول تقييم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية وتطبيق البرنامج الحكومي من قبل حزب تقدم الشركة غير ما مرة. بحسب متتبعين لن يؤثر انسحاب حزب التقدم والاشتراكية على التشكيل الحكومي المرتقب، إلا أن كلفته السياسية قد تكون غالية بالنسبة لحزب العدالة والتنمية بفقدانه لحليف وقف إلى جانبه في محطات كثيرة. فدوى المرابط، قناة الغد، الرباط.